كما استهدف قصف إسرائيلي مجموعة من الصحفيين أثناء عملهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينهم مراسل الحدث أحمد حرب. كما أدى الاستهداف إلى إصابة مصور قناة تي آر تي تسبب في بتر قدمه. ايش اللي صار سيدي؟ كنا في مهمة انا من اختي انا والزلمة مصور في الأثيرة العربية، وكنا واقفين قصفونا قذيفة مدفعية بشكل مباشر. سامي قطعة رجله. طيب خلي الدكتور يتعامل معك، تعال جاي. تعال جاي. وكنا نلبس الهودة والدرع علينا صحفيين. قصفونا دون تحذير ونحن نغطي ما يجري الآن من توغل في المخيم الجديد في النصيرات. أمانة دكتور ركب. سامي اهدى خلاص حط راسك. حط بلاتين ركب هذا خلاص. أمانة دكتور ركب. سامي اهدى خلاص حط راسك. حط بلاتين ركب هذا خلاص.